عبر التاريخ كعب مصر أعلى من جنوب أفريقيا. لعب الأولاد لم ينفع مرتين سابقتين في تفادي الهزيمة أمام الفراعنة. منذ الدقيقة الثالثة أعلن مروان محسن عن نوايا مصر الهجومية بتسديدة صدها رينوان ويليامز. محمد صلاح واصل الضغط على الدفاع الأصفر نحو المزيد من رفع المعنويات. المدرب باكستر وصله التحدي فما عساه يفعل. رده جاء بقذيفة بيرسي تاو، لكن محمد الشناوي استعرض جاهزيته واستمتع بهواية التصدية الناجحة. تاو سدد ثانية، والشناوي في سن 30 طار للكرة معلنا تأمين خط تغيير النتيجة. مع ضغط البافانا بافانا قاد محمد صلاح هجوما عكس مجرى اللعب، هيئ الكرة لتريزيجي، لكن حيطة الحارس غلبت مساعي المهاجم المصري. لحد الآن أغيري قليل الحيلة أمام منتخب لا يشبه من واجههم من قبل. موكوجو أكد تفوق زملائه بتسديدة أخرى، والشناوي شاهد الخطر يمر جانبا مرددا حوالينا لا علينا. ليس بالأماني فقط، حارس مصر تعملق وأنقذ منتخب بلاده بتدخل في الوقت المناسب. في الثواني الأخيرة من الشوط الأول حاول محمد صلاح تكرار ما فعله أمام أوغندا من ركلة حرة مباشرة، ذهبت الكرة بعيدا، وبذلك تفشل مصر لأول مرة في هذه البطولة في إحراز هدف بالشوط الأول. قبل بداية الشوط الثاني أحمد علي هداف الدوري المصري عوض مروان محسن لعل حظ المصريين في هذه الليلة يحمل الرقم 14، ويبدو أن الرقم 10 هو النجم الأول. تمريرة صلاح وجدت تريزيجي وجها لوجه أمام الحارس للمرة الثانية في المباراة، ضيع ما لا يضيع. لمزيد من النشاط في الوسط دخل عمرو وردة مكان عبد الله السعيد، وبقي الأنشط هو منتخب جنوب أفريقيا. رأسية تولاني لاتشوايو فوتت موعدها مع الهدف، كذلك فعل زميله لارتش بقدمه اليمنى، سدد كرة بين يدي الشناوي. نظرات القلق لا تحتاج قراءة ثانية، القلق تحول إلى كابوس في استاد القاهرة. تمبن كونزي لارتش سجل أول وآخر هدف في مرمى الفراعنة بالبطولة. أمسية حزينة في مصر، ضاعت معها أمل لقب الثامن، وغادر منتخب عربي ثالث كأس أمم إفريقيا، وتأهلت جنوب أفريقيا لملاقاة نيجيريا في الدور الربع. بهدف سيرخيو أغويرو عند الدقيقة 12 بعد تمريرة مخادعة من ليونيل ميسي، وأضاف باولو ديبالا الهدف الثاني للألب سيليستي بعد 10 دقائق. وشهدت الموقعة اشتباكا بين ليونيل ميسي وميدل، دفع الحكم لرفع البطاقة الحمراء في وجه قائدي المنتخبين. وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لتشيلي بعد الاستعانة بتقنية الفيديو ترجمها أرتور فيدال لهدف، لكن ذلك لم يمنع الأرجنتين من إحراز المركز الثالث.